حسنا يا إبراهيم، أخبرني أين هو ربك الآن ليستنقذك من سعير هذه النار الحامية. أين هو؟ إني إبراهيم نبي الله الواحد الأحد. تخلقون إفكا كما أراكم، وتعبدون من دون الله أوثانا تنحتونها بأيديكم أنتم. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق أيها القوم، اعبدوه واشكروا له، اعبدوا الخالق الواحد وليس المخلوق. سيد النمرود، ألسنة النيران مرتفعة، فكيف نرمي محطم الأصنام فيها؟ المنجنيق، المنجنيق، تمهلوا لحظة. ماذا تريد؟ أنا أيضا أريد أن أحرق معه. قلت إن المرأة مخلوق سماوي، وقلت يجب تكريم الأمهات. إن الأصنام التي تعجز عن أن تقي نفسها ليست آلهة. أنا سارة أعبد الله الذي تعبده أنت يا إبراهيم. حرقوني أسوة به فإن عندي فأسا مشابها. هذه المرة سأهشم صنم النمرود وأحطم عرشه ومرابعه بيدي هاتين. تعالي. لا، جئت لنصرتك. إن الله يكفيني يا رسل الله، فهو نعم المولى ونعم الوكيل. الله أكبر، الله
أكبر، الله أكبر. إن الله ربي خالق السماوات والأرض، لم يلد ولم يولد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، هو الرحمن الحليم الكريم. الحياة والممات في قبضته، وهو أكرم الأكرمين. آمنت بربك يا إبراهيم، آمنت بربك يا إبراهيم.